وأنا داخل للاستوديو الحقيقة الإخوة أعطوني الأسئلة اللي جاية لي على الرسائل القصيرة. طبعا اللي لافت نظري قوي في الأسئلة دي كلها مسألة النقاب وما يثار حول النقاب من لغط، ويعني بعض الناس بيقول يعني هل النقاب ده له أصل في الدين؟ بتقول يعني بيقولوا إن إحنا احترنا هل النقاب ده له أصل في الدين أصلا ولا ملوش أصل ولا الكلام ده؟ طبعا هو الحلقة خلصت، يعني الحقيقة بكل أسف انتهى وقتها، لكنني سأقتطع 5 دقائق من حل البرنامج اللي بعدي، وأستأذن صاحبه في ذلك على أمل إن ده مجرد فتحة، وأرجو إن أنا أجد إن شاء الله من الوقت إن أنا أعمل برنامج لهذه القضية. لا يستطيع رجل درس القرآن والسنة وابتعد عن السياسة أن يقول إن النقاب عادة، مستحيل يقولها إلا إذا كان مغالطا. دي الفتاوى اللي احنا شايفين دي كلها سياسة ملهاش علاقة بالدين، إنما هي سياسة. قصة النقاب عادة إزاي؟ عادة عندنا نصوص شرعية في السنة، مش هتكلم عن القرآن عشان دلالة القرآن واسعة شوية، يقول لك لا ده مش عارف ايه، لا ده مش عارف ايه، ده الكلام ده لا انا مش هجيب نص قرآن. احنا عندنا من السنة الكثير الطيب، كفاية عندي في ال5 دقائق دول ان اذكر شيئين. الشيء الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى بدليل الخطاب المرأة إذا لم تكن محرمة تلبس النقاب وتلبس القفازين. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر إنها كانت في الحج، وده من أصح سند يكون، من أصح إسناد يكون، إسناده زي الشمس. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، الاثنين بيتفقوا في المعنى: كنا إذا مر بنا الركبان تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها. وأنا بقول أسماء ليه؟ علشان أصل الجماعة دول يقول لك أصل دي عائشة وأم المؤمنين، الحجاب كان فرض على أمهات المؤمنين، لكن هذا لا يلزم بقية المؤمنات. أسماء مش من أمهات المؤمنين، أسماء بنت أبي بكر مش من أمهات المؤمنين، ومع ذلك تقول كانت الواحدة منا تسدل من جلبابها على وجهها إذا مر بنا الركبان. واحد يقول لي طب ما هو كده مش واجب، أقول أنا ما بتكلمش في الوجوب دلوقتي، أنا لا أتكلم لا في الوجوب ولا حاجة، أنا بأرد على الذين يقولون إن النقاب عادة وليس عبادة. يروحوا يودوا الأدلة دي فين التي تكلم عنها كل العلماء؟ يعني لما نفتح كتب العلماء السابقين، العلماء دول كانوا بيغشونا؟ العلماء دول كانوا جهلة ما بيفهموش؟ يعني زي ما نتكلم عن ختان الإناث يقول لك ليس من الدين ختان الإناث. طب أنا عايز أفهم، يعني العلماء اللي بيتكلموا من أيام الصحابة ومن القرن الثالث الهجري وانت نازل، دول كانوا ما بيفهموش؟ دول ما كانوش عارفين دين؟ دول كانوا بيغشونا؟ كانوا بيزيفوا علينا الأدلة والدين؟ ما تجاوبونا على القصة دي. أخطأ علماؤنا كلهم من أول القرن الثالث الهجري لحد النهاردة في إن ختان الإناث مشروع يدور بين الوجوب والاستحباب، والوجوب هو الراجح بصراحة. الأدلة على الوجوب أقوى بكثير من الأدلة على الاستحباب والمشروعية، وده قول الشافعية والإمام النووي وغيره نصب الأدلة على ذلك. لكن أنا ما بتكلمش دلوقتي لو في واجب ولا مستحب، ده طلعونا بره خالص. قال لك ده ليس من الدين في شيء. ما جاوبونا بقى، يعني إذا علماءنا كانوا ضلالية كلهم وغشونا كلهم. شوف أراد أن يعني يبني قصرا فهدم مصر، زي ما بيقولوا في 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 بلاد الشام وغيرها، وفي مصر كمان كنا تحت المطر بينا تحت المزراب، يعني عمال عايز يستخبى شويه المطر اللي نازلين دول هيبلوا هدومه، لا واقف تحت المزراب بقى اللي هو بينزل ميه قد كده زي الشلال يعني، او كالمستجير من الرمضاء بالنار.
القضية دي لها جانب مظلم جدا، وهو أن يتشكك العوام في كتب الشريعة. طب خلي واحد من هؤلاء المثقفين لا ياخد كلامي ولا كلام غيري، هيركننا احنا كلنا على جنب، ويقول لك من أراد البحر استقل السواقية، سيبك من جماعة السواقي دول هنروح على البحر، ويفتح أي كتاب من كتب الفقهية المعتمدة في المسألة دي، هيجد الكلام غير اللي هم احنا بنقوله. يحصل له حاجة من اتنين، يا يتهم العلماء وأنهم كانوا ضلالية، يا يتهمنا إحنا ويقول هؤلاء زيفوا الدين ومش عارف عملوا إيه وخلوا إيه. نقاب يدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب عند العلماء، مختلفين فيه، هل هو واجب أم مستحب؟ لكن إحنا لا يجوز لنا أن نخرج عن هذه الدائرة، واجب أم مستحب، لأن مشروع ده إجماع. في كلمة مشروع لم يقل أحد قط إن النقاب بدعة إلا الجاهلة بس، اللي مألف لي كتاب يقول لي تحذير الأصحاب بتحريم النقاب، واحد جاهل يقولها ماشي، لكن حاشا لله أن يتورط عالم في المسألة دي، وهم أنبل من أن يختلط عليهم مثل هذه المسألة. فأنا برد على الجماعة اللي بيقولوا عادة، ما بتكلمش في قصة المشروعية والاستحباب والوجوب، استحباب والوجوب ده له منطقة أخرى، حتى لو قال أنه مستحب الدنيا قريبة، وممكن يقول أنا عندي الأدلة راجحة في المسألة دي، وممكن مش عارفين الكلام ده ماشي، أنا أعتبره خلاف سائغ، نعتبره خلافا سائغا مثلا بين أهل العلم على أدنى الدرجات. لكن واحد يجي يقول لي ليس من الدين في شيء، ألا يعني إيه؟ يعني أخد إثم به؟ والله العظيم واحد قال هذا المبتدع اللي أنا سميت الكتاب بتاعه ده، يقول إن المرأة التي تمشي على البلاج أقرب إلى الله من المنتقبة. هل ممكن تتصور في إنسان يعقل ما يقول ويدري ما يخرج من رأسه ممكن يقول الكلمة دي؟ يعني اللي ماشي على البلاج بالمايوه أقرب إلى الله عز وجل من المنتقبة؟ يقول لك طب ليه بقى؟ قال لك أصل اللي ماشي على البلاج دي عاصية تعلم أنها عاصية فيمكن أن تتوب، أما المنتقبة فهي عاصية تظن أنها فاضلة فستظل على الإيه؟ على بدعتها وتتدين إلى الله ببدعتها. فلما يكون بني آدم يقول الكلام ده الذي يمجه كل ذوق، الكلام اللي انتوا تسمعوه مني دلوقتي أنا عارف إن حتى اللي مش مقتنعين بالنقاب مش ممكن يوافق على هذا الكلام، إن اللي ماشي بالميكروجيب والمينيجيب والميني ميني ولا ميني في بعض البلاد اللي برا إن دي أقرب إلى الله عز وجل من المنتقبة العفيفة التي دارت وارت وجهها وتقربت إلى الله عز وجل بذلك. المسألة يا إخواننا مش مسألة جزئية، المسألة دلوقتي بقت أخطر بكثير جدا، هيحصل نوع من التشكيك في العلوم الإسلامية، نوع من التشكيك في الكتب التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا من العلماء، وحتى لو هم كذبوا هؤلاء العلماء هتبقى مشكلة كبيرة، ولو صدقوهم هيكذبون إحنا. يبقى إحنا لما نيجي نقول الحكم الفلاني كذا 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 يقول الله أعلم، جايز يكون ده له مصلحة ولا ده جايز يكون جاهل ولا جايز يكون كذا وكذا، فيحصل نوع من التفسخ الكامل، لا يتبعون هؤلاء ولا يتبعون أولئك. مسألة الحقيقة يعني مرة ومحزنة للغاية، ويعني قدر الله سيمضي، ما أنا بقول أهو قدر الله سيمضي. فأنا عايز أقول اللي عايز يقابل ربنا بوجه أبيض يتقي الله، يتقي الله، المسؤولية أمام الله فردية، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ينبغي أن ينظر المرء لموضع قدميه، أنا إن استطعت أن أقول الحق أقول الحق، لم أستطع أن أقول الحق أسكت ولا أزور الحق، هفقد منصبي، هفقد المكان اللي أنا بتكلم فيه، أقعد في بيتي أعبد ربي خلاص. إذا أنا عوقبت بأي عقوبة من هذه العقوبات عملت اللي علي، إذا سألني ربي لما كتمت العلم الذي في صدري أقول يا ربي منعت، لكن طول ما أنا لي سكة إن أنا أتكلم نتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا نخالف أهل العلم قبلنا، لذا ميراث، لا يحل لأحد، بالذات لو المسألة فيها إجماع أو فيها رجحان كمان،
إجماع لا يحل لأحد خلافه، فيها رجحان، يبقى الأولى اتباعه إلا أن أكون مجتهدا، عندي أدوات المجتهدين، فيجوز لي أن أخالف هذا الرجحان حتى لو كان الجمهور يقول به، بس بشرط أن يكون عندي أدوات الاجتهاد. لكن أنا ما عنديش أدوات الاجتهاد، يبقى أتبع رجحان العلماء في المسألة، تبقى المسائل اللي هي كما قلت في مطلع كلامي الدلالة فيها متأرجحة، حينئذ يبقى المسألة بتبقى أوسع من المسألة الأولى والثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه.